اهدى انا ازاي يعني واقف بتكلم معاكي فجاه حد يخش علينا؟ مش عارفه البتاعه دي مش راضيه تولع لي، نفسي اشرب فنجان قهوه. نفسي افهم واقف بتكلم حد يخش علينا ينفع؟ حد مين؟ في حد غريب دخل هنا؟ ده انا مأمنة المكان. حضرتك دخلتي علينا واحنا بنتكلم. انا حد يرضيكي كده يا شرف؟ يقول على امك حد حبيبتك؟ عيب يا محمود، طنط فوق راسي والله وبحبها جدا، بس انا برضو بحب الخصوصيه. خصوصيه؟ وانا دخلت عليك وانت بتحلق؟ يعني دخلت عليك اوضه النوم؟ ما ده اللي ناقص يا طنط، حضرتك تخش لنا اوضه النوم. يوه كفايه خناقات بقى، انا من ساعه ما اتجوزت وانا حاسه ان انا مش عارفه ارتاح. حرام عليك وحرام. حرام والله حرام. هو فعلا حرام، انت عندك حق، احنا لازم بقى نستريح. يلا بينا ننام. يلا فين جرايه؟ يلا انت هتاخد البت من قدامي وتسيبني قاعده لوحدي؟ يلا. يلا انا دكتور محترم يا هانم. عند امك يا اخوي، عند امك. يلا 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 يا بنت انزلي معايا، ما انتش بايته. هي كانت فتره اختبار وراحت لحالها. يلا يا حبيبي. نام يا حبيبي لوحدك، نام. يلا يا بنت، يلا يا بنت. افتحي 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 سيبك مني. ما انا نفسي افهم، انت بقالك ساعه ما بتولعش ليه؟ ما بتولعش ليه؟ ما انت ولعت اهو. ايه حكايتك يا نور؟ ايه اللي انت عاملاه مع البنات ده يا شيخه؟ حرام عليكي بقى. اعمل ايه؟ مش قادره ابعد عنهم. من يوم ما اتولدوا ما فرقناش بعض ولا لحظه، حياتي كلها ليهم. انا بحبهم قوي، بحبهم قوي. انا عامله معاهم زي البطه كده، يروحوا كده اروح وراهم، يروحوا كده اروح وراهم، مش قادره اسيبهم. لا انت مالكيش غير حل واحد، انك تتجوزي وتتلخمي في اللي هتتجوزيه وتقعدي تضايقيه وتنقريه كل يوم الصبح وتقرفيه. اتجوز؟ اتجوز ايه؟ انا لو شفت راجل في الشارع ببقى عايزه الزقه في كاوتش العربيه. انا قفلت الباب ده من زمان. ليه بقى ان شاء الله؟ ليه؟ من اللي شفته من ابو البنات واللي عملوا فيا خلاني اكره ابص في وش اي راجل. انت عارفه الرجاله دي عامله زي الكائنات الذبابيه، عايشة على بقايا الطعام. لا 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 لا، ده انت متعقدة بصحيح. احكي لي بقى على كل حاجة، كل حاجة. احكي لك من اول فين ولا منين؟ من اول البنات ما خدعني، ولا لما خطيبي ضحك عليا، ولا اصل انت عارف انا عاملة زي ايه؟ انا عاملة زي الخريطة وعيرة التضاريس مترامية الأطراف. ها؟ احكي. حاضر. تعالي يا اختي افتحي البتاع ده وناوليني الإشارة يا حبيبتي. اهو اهو يلا. اسم الله عليك. كده كويس؟ ايوه اسم الله. بشر. احكي لك من الأول خالص؟ من الأول خالص، أنا سامعاك أهو. ايه ده؟ طنط سعاد؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا طنط كويسه. ايه الزياره الحلوه دي؟ اه والله ميرسي يا روحي. امال محمود فين؟ هو لسه داخل ينام. والله طب خلاص سيبيه سيبيه. لا انا هخش اشوفه ثانيه واحده بس، هو لسه ما نامش. احمر شاري كره النار ماشيه. يا ايه ده؟ عندها الذوق في الورد خالص. بس يا 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 حبيبي يا محمود، كنت عايش عندي البيت بيهفهف بيهفهف. الله العظيم منورانا يا ماما. والله انا ما صدقتش اول ما قالت لي ان انت جيتي. انا بصراحه يعني ولا نوم. انت فين يا شيخه؟ وحشتيني والله العظيم. يا ست الكل انت فين؟ بس كبسه. انت فين بقى؟ وقفل موبايلك ومش سائل فيا. انا اقدر برضه ابطل الكلام ده؟ ابطل. ايه اللي منيمك بدري؟ عريسه بقى وعايز انام. عشيتي يا حبيبي؟ خص عليكي خص عليكي يا شرف.
ليه تسيبي جوزك ينام من غير عشاء؟ ليه؟ لا يا طنط، هو احسن حاجه ان الواحد ما ياكلش بعد الساعه 8، اصل دي عاده صحيه وبتمنع كل الامراض. امراض ايه؟ فلا الله ولا فالك، حرام عليكي، يرضي مين ده؟ يعني ايه تسيبيه ينام جعان كده؟ وبعدين هو دكتور، انت هتفهمي احسن منه في الامراض وفي الاخر يعني انتوا بتاكلوا ازاي؟ ما هو انت شكلك كده عمرك ما دخلتي المطبخ. يا طنط هو احنا لحقنا؟ ده احنا اليومين دول بنجيب الاكل من بره. من بره؟ كمان بتاكلوا من الشارع؟ وده بقى اللي صحي، لكن العشاء والنوم لا يضر مش صحي. يا حبيبي يا حبيبي يا ابني على اللي انت فيه. والله العظيم وحشانه. ومزيكا يا ماما؟ والله انت بتجيش ليه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين اللي بيزعق هنا؟ انا بحذركم، ده بيت محترم محدش يزعق ابدا. يا قمر ايه الاحمر الاحمر بيجمتك تجنن؟ قمر قمر الست دي دخلت هنا ازاي؟ دخلت من تحت عقب الباب. هو انت ما تدريش انا لا حيطان تهمني ولا بيبان تلمني؟ بالليل بتحول. محمود؟ نعم. هي الست دي معاها مفتاح شقتك؟ شقته؟ لا، فوق لنفسك. تعال حبيبي بات عندي الليله دي على ما اشوف صرفه مع الناس دي. ده انا جوزك ست ستها، انت تتبهدل البهدله دي؟ هو انا عندي غيرك؟ يلا 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 يا اختي، يلا يلا بالدكتور سافلون بتاعك ده. من يوم ما دخل العماره ملا العماره بينج، ده انا بقف جنبه بدوخ كده وامسك نفسي بالعافيه. دي كانت غرزه مهببه يوم ما اتجوزك. عاجبك كده يا ماما؟ احسن. عشا ايه ام عشا؟ ده داخل لنا 50 كيلو، خارج معاها قد ايه كده؟ 70 كيلو. يلا يلا تعالي تعالي هجوزك احسن مني. يا ماما يا جماعه خراب البيوت مش بالساهل. يا دكتور يا محمود يا دكتور جابك يا بنت. يا دكتور اهدى يا دكتور. يا دكتور ده انت اللي كنت كريم معايا. يلا يا محمود. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.